الرئيس السيسي يصدر قانونا بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. مجلس المحافظين يناقش تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي باسترداد أراضي وضع اليد، وإسماعيل يوجه بالإسراع في إجراءات حصر الأراضي. الفلسطينيون يحيون الذكرى 69 للنكبة، ولجنة إسرائيلية تصدق على بناء أكثر من 200 وحدة استيطانية جديدة قرب القدس المحتلة. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، مواد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. تفاصيل الأخبار. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعد أن أقره مجلس النواب. ويقضي القانون بمنح جميع العاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 من يونيو لعام 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن لم يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها. وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو من عام 2016. أكد مجلس الوزراء تبنيه لكل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة الكاملة المتكافئة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، وأن حقوق المواطنين متكافئة على قدم المساواة وعلى أرضية وطنية إنسانية محضة وخالصة. كما أكد مجلس الوزراء في بيان اليوم أن ما قامت به وزارة الأوقاف من إجراءات في هذا الشأن، سواء بإصداراتها التي تدعو إلى ترسيخ قيم المواطنة أو بإجراءاتها التنظيمية بمنع كل من يحاول المساس بوحدة الصف الوطني أو التصدي لكل من تسول له نفسه تكدير السلم الاجتماعي، إنما يأتي في إطار سياسة الحكومة في هذا الشأن. وجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل بأهمية العمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية للمواطنين. جاءت توجيهات إسماعيل خلال رئاسته مجلس المحافظين، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في مخططات التنمية الاقتصادية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية من خلال الإجراءات الحكومية والمشروعات المقامة بالمحافظات. أشار وزير التنمية المحلية هشام الشريف إلى أن الاجتماع ناقش تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد أراضي وضع اليد قبل نهاية شهر مايو الجاري، وأضاف أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بالإسراع في إجراءات حصر الأراضي في كل محافظة. كما تناول اجتماع مجلس المحافظين مناقشة ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة مع حلول شهر رمضان المبارك. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من مقر مجلس الوزراء مراسلة النيل لدى مجلس الوزراء ولاء الحديني. ولاء، الجديد لديك فيما يخص اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وأهم القرارات التي خرجت عن هذا الاجتماع؟ نعم، تحياتي لك غدا وتحياتي للسادة مشاهدي قناة النيل الأخبار في كل مكان. منذ قليل انتهى اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل ورئيس مجلس الوزراء، والذي ناقش ملفات هامة وخرج أيضا بقرارات مهمة. وزير الإسكان على هامش الاجتماع أكد خلال مؤتمر صحفي أن مجلس المحافظين اجتماع مجلس المحافظين وافق على تخصيص 500 مليون جنيه لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية في القرى الفقيرة، وذلك مناصفة بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، وهو ما يؤدي إلى تنفيذ 400,000 وكرة منزلية سيتم الدفع بنظام التخصيص على فواتير المياه. أيضا قال أن رئيس الوزراء وجه بأن كل محافظ مسؤول عن التخصيص
التنسيق بين الجهات المختلفة عن تنفيذ هذه المشروعات التنموية بكل محافظة. أيضا في سياق آخر، أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن مجلس المحافظين الذي عقد برئاسة المحافظة إسماعيل وبحضور عدد من الوزراء قام بمناقشة تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة حصر التعديات على أراضي الدولة بكل محافظة وترسيخ أنه لا يتعدى شخص على أراضي الدولة. أيضا كما ناقش الاجتماع استعدادات شهر رمضان الكريم. أيضا ناقش الاجتماع كما ذكرت استعدادات شهر رمضان الكريم من خلال التأكيد على طرح كميات كبيرة من السلع وزيادة منافذ وتوزيع السلع بالمحافظات وتوفير السلع الاستراتيجية والتوسع في إقامة مناطق لوجستية للتجارة الداخلية لطرح السلع من خلالها. أيضا تم مناقشة المشروعات التي تتم بالمحافظات في مجالات المياه والصرف الصحي وضرورة الانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة التي ستساهم في تقديم كافة الخدمات للمواطنين. أيضا استعراض اجتماع مجلس المحافظين اليوم خطة تنمية إقليم قناة السويس. نعم ولا الحديني مراسلة النيل لدى مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. قال رئيس مجلس الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل أن المجلس لم يصدر قانونا للعدالة الانتقالية لأن المجتمع ليس مهيأ للمصالحة مع الإخوان في ظل استمرار العنف من جانبهم وعدم إعلانهم الرغبة في المصالحة وإجراء مراجعات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده هيكل اليوم بمقر مجلس النواب لعرض إنجازات المجلس وأجندة عمله خلال المرحلة القادمة. أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي أن عام 2018 سيشهد ميلاد نظام تعليمي جديد نحو مستقبل مشرق بالتعاون مع الجهات المعنية والشراكات الدولية، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال حيث يتم وضع مناهج حديثة تدعم التفكير الإبداعي عند الأطفال. تصريحات شوقي جاءت خلال لقائه اليوم مع وفد من مندوب البنك الدولي. وأضاف الوزير أنه يتم العمل الآن على تقييم نظام الثانوية العامة الحالي والذي يعتمد على التقييمات بدلا من المجموع، وأن يتم استبدال نظام التنسيق الحالي بحلول عام 2020، موضحا أنه ستكون هناك استراتيجية جديدة لنظام القبول بالجامعات ليدخل الطالب الجامعة التي يستحقها وليس التي يختارها له مكتب التنسيق لتلبية احتياجات سوق العمل. أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالة مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية وثلاثة أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات في قضية اتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ على سبيل الرشوة. اعترف المتهمون جميعا بتحقيقة النيابة بارتكاب واقعة الرشوة موضوع الاتهام من أجل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدان بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثاني في القضية. عقد المجلس الأعلى للأمن السيبراني اجتماعا برئاسة ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني. تناول الاجتماع متابعة آخر تطورات الهجمات الإلكترونية لفيروس الفدية الإلكترونية التي تعرض لها عدد كبير من دول العالم.
كان وزير الاتصالات قد أكد أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة الحيوية، وشدد على أن الموقف الحالي في القطاعات الحيوية للدولة مطمئن. في غضون ذلك، أصيبت اليوم مئات الآلاف من أجهزة الحاسب الآلي في نحو 30,000 مؤسسة وشركة في الصين، من بينها مؤسسات حكومية لهجوم إلكتروني واسع النطاق. كانت عدة حكومات وخبراء في مجال التكنولوجيا قد حذروا من تفاقم الأوضاع جراء الهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها أكثر من 150 دولة يوم الجمعة الماضي. الهجمات الإلكترونية غير المسبوقة التي استهدفت أكثر من 150 بلدا على الأقل منذ الجمعة الماضية أثارت مخاوف من حدوث فوضى إلكترونية بعد أن أبدى الخبراء خشيتهم من تفاقم أثر الفيروس مع تشغيل ملايين الحواسيب. روب وين رايت مدير الشرطة الأوروبية قال إن آخر حصيلة تشير إلى أكثر من 200,000 ضحية أساسا من الشركات في 150 بلدا على الأقل تضرروا جراء الفيروس. آخر حصيلة تشير إلى أكثر من 200,000 ضحية أساسا من الشركات في 150 بلدا على الأقل. هناك عدد قليل من عمليات الدفع حتى الآن للفدية المطلوبة. ومن روسيا إلى إسبانيا ومن المكسيك إلى فيتنام أصاب الفيروس آلاف الحواسيب خصوصا في أوروبا، ويتمثل الفيروس في برنامج طلب فدية وهو يستغل ثغرة في أنظمة ويندوز كشفتها وثائق مقرصنة لوكالة الأمن القومي الأمريكي. هذا البرنامج يمنع المستخدم من فتح برامجه ويجبره على دفع مبلغ قيمته $300 لاستعادتها. نحن ننفذ عمليات للتصدي لنحو 200 هجوم إلكتروني سنويا، لكن لم يسبق أن شهدنا مثل هذا الأمر. هذه التهديدات ستصبح شيئا أساسيا يجب التعامل معه في المستقبل. انتشار هذه الهجمات الإلكترونية توقف فجأة عندما تمكن باحث بريطاني يعمل في مجال الأمن الإلكتروني أطلق عليه لقب Accidental Hero أو بطل الصدفة، تمكن من وقف انتشار الفيروس من خلال تسجيل اسم نطاق أو دومين بشكل خفي في البرامج الضارة، لكنه حذر في الوقت نفسه بأن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له العشرات من الدول لم ينتهي بعد. أعلن قصر الرئاسة الفرنسية الإليزي اليوم عن تعيين إدوار فيليب النائب عن حزب الجمهوريين اليميني وعمدة مدينة لوهافر رئيسا للوزراء. رئيس الوزراء المكلف غير معروف كثيرا لدى الفرنسيين، وهو شخص مقرب من رئيس الوزراء الأسبق ألان جوبي. وأكد مصدر مقرب من ماكرون أن تعيين إدوار فيليب في هذا المنصب يعد خطوة جيدة تجاه التقارب مع التيار اليميني، ومن المقرر أن يتم غدا تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من باريس الدكتور خالد سعد زغلول الكاتب والمحلل السياسي. دكتور خالد، بداية، مدى قبول السياسي إدوارد فيليب والمكلف برئاسة الحكومة الفرنسية الجديدة داخل المجتمع؟ في إجماع كبير جدا على شخصية إدوارد فيليب، رغم أنه من ثلاث أيام ما كانش معروف لدى العامة في فرنسا، لكن معروف لدى الخاصة خصوصا الطبقة السياسية، لأنه كان زي ما حضرتك قلت في التقرير البورتفول بتاع ألان جوبي اللي هو كان رئيس وزراء أسبق محسوب على اليمين التقليدي لحزب الجمهوري ديجولي. ليه الإجماع ده؟ لأنه هو راجل لم يكن في الصورة، لم يتلقى أي منصب قبل كده، زي نفس الشيء زي لو أنه اتفاق عليه رئيس إيمانويل ماكرون أنه كان وزير اقتصاد ووزير مالية. هو فقط كان عنده مدينة جواز ونجح جدا. فأنا جوبي كان زكاه مع إيمانويل ماكرون أنه كان عايز واحد من اليمين يعمل زي ائتلاف سياسي، لأنه هو أصلا الرئيس حزب الوسط عايز ياخد النخب من اليمين واليسار، هو ده اللي ادى قوته ويتفوق على العشر المرشحين للرئاسه الفرنسيه. فكان عامل خليط متسق من طاقات اليمين السياسيه واليسار نفس الشيء، فالفرنسيين فرحانين بهذا الشيء. وغريب بقى ان دلوقتي لسه انا كنت في ماتينيو ولسه حالا داخل رئيس الوزراء الجديد وبيتلقى الدوسيهات الساخنه من برنارد كازنوف قبل ما يسيبه، بيقول له الحرائق الموجوده في السياسه هنا، الملفات الساخنه جدا
الحاجات المهمه، فبيديله عشان تناوب السلطه لازم يديله كمان بعض النصائح عشان يحطه في الصوره. في نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك بكره بقى هيتم تشكيل حكومه، فالغريب بقى ان في وزاره الخارجيه ورئاسه الجمهوريه في بعض المنازل اللي كانت متنحه في الرئاسه اللي هي من اليسار ومن اليمين دلوقتي كلهم مجمعين ان عايزين النجاح الدول. لكن دكتور خالد اسمح لي وعفوا على المقاطعة، ربما التحدي الأكبر قدام أو أمام ماكرون هو في اختيار تشكيل الحكومة وأيضا في الانتخابات التشريعية، إلى أي مدى يعد هذا مكسب للمزيد من الحلفاء، خاصة قبل هذا الاستحقاق التشريعي الذي يستطيع من خلاله تنفيذ أفكاره الليبرالية الوسطية من خلال التحالف الأغلبية؟ بسأل أبسلوم تفضع مهم جدا، لأنه إدوارد فيليب لما يختار لازم ينتقد النهائي بعناية فائقة أفراد عناصر الحكومة، لأن لازم تكون متفرقة بين اليمين واليسار عشان يحصل فيه إجماع، لأن زي ما قلت يستحق خطير جدا ومهم جدا، هو اللي هيشكل الحكومة القادمة، فإما يزكي هذه الحكومة فيتم اعتمادها نهائيا أو يجي حكومة ثانية وبالتالي هيسقط ادوارد فيليب ما يقدرش يكون اغلبيه برلمانيه فهيكون زعيم المعارضه، ودي طبعا الفرنسيين مش عايزين كده، عايزين ان رئيس الشعب لازم ينجح، وبالتالي لازم الحكومه بتاعته كمان تنجح عن طريق الحصول على اغلبيه برلمانيه في الاستحقاق اللي هيكون يوم 11 يوم 18 يونيو القادم. فده كله يعتمد على الاختيارات بتاع ادوارد، لازم يكون توازن، لازم يكون لكل القوى السياسيه الفرنسيه الموجوده متواجده عشان الناس، احنا شفنا حاجه جديده اول مره ان اليسار واليمين دلوقتي متفق عشان رئيس الشعب ينجح، لان لو ما خدش اغلبيه برلمانيه مش هيقدر يشكل حكومه، وبالتالي مش هيقدر ينفذ البرنامج اللي تم عليه الانتخابات. أشكرك الدكتور خالد سعد زغلول الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من باريس. يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 69 للنكبة التي شهدت احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في عام 1948. أكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه بمناسبة ذكرى النكبة تمسكه بإقامة الدولة الفلسطينية وبحق العودة وتقرير المصير، موجها التحية للأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 29 يوما للمطالبة بحقوقهم. 69 عاما مرت على النكبة الفلسطينية، إحدى أسوأ عمليات التطهير العرقي والتشريد في التاريخ المعاصر، ولا يزال الفلسطينيون يناضلون من أجل العودة إلى أراضيهم واستعادتها من أيدي الاحتلال الإسرائيلي. ذكرى النكبة ترمز إلى التهجير القسري الجماعي لأكثر من 750 ألف فلسطيني من أراضيهم وبيوتهم في 15 من مايو من عام 1948، حيث نجحت الحركة الصهيونية بدعم من بريطانيا في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين، وإعلان دولة إسرائيل ليحتل اليهود 78% من أراضي فلسطين، أو بمعنى أدق كل فلسطين باستثناء الضفة الغربية وغزة. وتختزل الذكرى مراحل من التخطيط والمؤامرات الدولية، كانت أولها عام 1799 عندما نشر نابليون بونابرت بيانا يدعو فيه إلى إنشاء وطن لليهود على أرض فلسطين، ومرورا بسلسلة من الاتفاقات والتحركات والخطط التي انتهت بإعلان رئيس الوكالة الصهيونية ديفيد بن غوريون إقامة دولة إسرائيل عام 1948 لتعترف بها على الفور أكبر قوتين في العالم آنذاك، وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ويصبح الفلسطينيون شعبا بلا دولة. الإسرائيليون قاموا بعد ذلك بطرد الفلسطينيين من 20 مدينة ونحو 400 قرية، وقاموا بعمليات قتل ومجازر راح ضحيتها 10,000 فلسطيني على الأقل، بينما أصيب 3 أضعاف هذا الرقم. وفي هذا اليوم من كل عام تحيي المنظمات والجمعيات الفلسطينية هذه الذكرى بفعاليات ونشاطات تذكر الأجيال الجديدة بما حدث لأجدادهم، حتى تبقى القضية الفلسطينية حية عبر الأجيال، ولضمان انتقال المطالبة بحق العودة من جيل إلى جيل.
وبالتزامن مع حلول ذكرى النكبة، صدقت لجنة إسرائيلية على بناء 209 وحدات استيطانية جديدة تقع هذه المستوطنات قرب مدينة القدس المحتلة. كان أمين سر اللجنة التنفيذية لمناضلة التحرير الفلسطينية صائب رايقات قد حذر بالأمس إسرائيل من مغبة الاستمرار في سياساتها الاستيطانية، وطالب إسرائيل بالاختيار بين السلام أو الاستمرار في سياسة الاستيطان التي تتنافى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الدكتور حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات لحقوق الإنسان. دكتور حلمي، بعد التحية، في أي إطار ترى الذكرى 69 للنكبة الفلسطينية وتزامن ذلك مع مواصلة الأسرى الفلسطينيين للإضراب عن الطعام لليوم 29 على التوالي وتصديق لجنة إسرائيلية على بناء 209 مستوطنات جديدة؟ يعني هذا تأكيد للاحتلال وللعالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني قاصر نضاله من أجل العودة والحرية والاستقلال، وأن أسرى الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال يتحدون سلطة هذا الاحتلال وحقيقته في أمعائهم الخاوية لليوم 29 على التوالي. وفي المقابل هذا الاحتلال لم يتوقف عن بناء المستوطنات وتنصله السلام وضربه بعرض الحائط القانون الدولي، وذلك هذه المناسبة تؤكد على أن المجتمع الدولي ما زال صامتا وعاجزا عن الوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والمطلوب أن يتحمل هذا المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية اتجاه معاناة الشعب الفلسطيني واتجاه حقه في تقرير مصيره واتجاه هذا الاحتلال الذي يتحدى العالم ويرغب الانقياع لإرادة المجتمع الدولي والدولي. نعم دكتور حلمي، إلى أي مدى يمكن أن تشهد القضية الفلسطينية انفراجة أو تقدما ما في ظل الاجتماع المنتظر القمة العربية الإسلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ القضية الفلسطينية الآن هي على مفترق طرق. نعمل أن يكون هناك انطلاقة سياسية جديدة تلبي الحقوق المشروعة تطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني انطلاقا مبادرة السلام العربية. إذا ما تبنت الأمريكية والمجتمع الدولي إلى جانب العالم العربي والإسلامي هذه المبادرة فيمكن إحلال السلام وإجبار هذا الاحتلال على الانقياع لإرادة السلام في وقت قصير وقريب جدا. أما إذا بقي هذا الاحتلال متعنتا هو كذلك ولا يجد من يسائله أو يمارس الضغط الحقيقي عليه، فإن يعني الأفق ما زال بعيدا وزال الصراع على أشده، وبالعكس سوف تشهد المنطقة تطورات أكثر من ذي قبل، لأن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوفاً والصراعات التي يشهدها الإقليم بكل أبعادها بالضرورة لها تداعيات وفي القلب منها القضية الفلسطينية. نأمل أن يصدر عن هذه القمة وهذا المؤتمر قرارات عامة توفي الشعب الفلسطيني حقوقه وتطلعاته المشروع لعودة والاستقلال. من رام الله الدكتور حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات لحقوق الإنسان كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، قال إن جميع الوفود السورية ستشارك في محادثات جنيف المقررة غدا. وخلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة جنيف السويسرية أشار دي مستورا إلى أن هذه الجولة من المحادثات ستكون مختلفة عن سابقتها حسب تعبيره، وأضاف أن استمرار أعمال العنف في سوريا سيعيق العمليات الإنسانية. كان المبعوث الدولي قد رجح استمرار هذه الجولة من المحادثات لمدة 4 أيام لمناقشة سبل إنهاء الأزمة المستمرة منذ عام 2011.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق الدكتور إبراهيم زعير المحاضر بجامعة دمشق. دكتور إبراهيم، البعض يرى بأن جهود الأمم المتحدة تبدو وكأنها في سباق مع محادثات أستانا التي سبقتها. هذه الجولة في جنيف، ما المنتظر منها؟ يعني بطبيعة الحال، يعني حسب تصريحات دمشتورة، أن هذه الجولة ستكون مختصرة ومكثفة وذات نتائج طيبة. لا ندري هل لديه معلومات أو لديه أخبار سارة مسبقة. هناك اتفاق بين جميع الأطراف المشاركة على الخروج باتفاق وفق القرار 2254. يعني فيما إذا كان هذا الوضع هكذا، أعتقد أن جنيف تثمر عن نتائج تفضي إلى الحل السياسي، أو على الأقل السير بخطأ الحل السياسي الذي يريده السوريون جميعا. ولكن يعني من خلال تصريحات لبعض الأطراف المعارضة اليوم، يعني أعتقد أن هذا الحديث الذي تم بأنهم سيركزون فقط على القضايا السياسية والمسائل الإنسانية، بينما دمشتورة تحدث بأن يعني الأربع بنود أساسية. نعم. إذن المحادثات ستظهر الأطراف المشاركة في الغد. إبراهيم زعير الأستاذ الدكتور المحاضر بجامعة دمشق، جزيل الشكر. ها نحن الآن إلى فرنسا، حيث مناصب ترسيم وتسلم إدوارد فيليب المكلف برئاسة الحكومة الفرنسية الجديدة لمقاليد السلطة هناك. أدخلت بلادنا في حزن عميق. خلال هذه الفترات رأيت بلدنا والفرنسيين يريدون أن تنتصب فرنسا وأن تكون فرنسا أقوى، وأن نبعد كل قواعد الانقسام والانقسامات في بلدنا. رأيت أيضا من خلال عملي في وزارة الداخلية، رأيت رجال الشرطة والدرك والعسكريين والمسؤولين عن الأمن المدني، رأيتهم يعملون ويقدمون بكل طاقتهم ويضحوا بحياتهم ليكونوا على مستوى البدلة الرسمية التي يرتدونها. أريد أن أعبر عن امتنان العميق لهم، ونظرا لما رأيت منهم من شجاعة فأنني سأحملهم دائما في قلبي. أخيرا معالي السيد رئيس الوزراء، أريد أن أؤكد بأنه وخلال السنوات الخمس الماضية وتحت رئاسة رئيس الجمهورية عملنا في المجالات الاقتصادية والخدمة العامة والسياسة الخارجية، اتخذنا قرارات بدت لنا جيدة بالنسبة لنا، والنتائج بدأت تظهر. وأنا أعتقد بأن التاريخ سيعترف بذلك لاحقا، وذلك بفضل أعمال رئيس هولندا. أخيرا السيد رئيس الوزراء، لم أطيل، فأنت الآن ستقود الحكومة، وأريد أن أقول هنا أمام كل العاملين في هذا القصر، قصر المدينة وقصر رئاسة الوزراء، أريد أن أشكرهم، أريد أن أقول لهم بأنني أفتخر وأعتز بهم، وبأنهم مثلوا بصورة رائعة الخدمة العامة، هذه القيم وهذه القيمة المهمة التي تربطنا فيما بيننا. أنتم تدخلون إلى هذا القصر حيث هناك أهمية القيم، والموظفين فيها شجعان ويتمتعون بالفضيلة. أنا بطبيعة الحال أنتهي من هذا المنصب كرجل من اليسار، مع قناعاتي ومع
هذه القيم التي ترعت عليها من خلال خبرتي المهنية ومن خلال التأكيد على بعض الرجال الكبار من اليسار كبلوم وجان جوريس وآخرين مرورا بفرانسوا ميتيران ولوران فابيوس وفرانسا أولاند الذين مهدوا لي الدرب. هذه القناعات سأحملها معي لأنني على قناعة بأن تحديث بلادنا الذي أسعى إليه هذا الأمر لن يكون ممكنا عندما لا يكون هناك صدق والتزام بالمعنى التاريخي. لا يمكن أن نأتي من الفراغ، وإذا أردنا أن نحدد الوجهة علينا أن نعرف ما هو تراثنا وما الذي علينا دائما أن نستند إلى هذا التراث إذا أردنا أن نتقدم. وفي هذه الخاتمة أقول في حياتي السياسية الولاء الوفاء واحترام كل هذه القيم شكلت بوصلة بالنسبة لي لأنه وفي إطار مماثلة السلطات والسلطة بالنسبة لي ولسيما في أيام المحن التي مررنا بها إن الشغف بالسلطة والمعنى ومفهوم الدولة شكلت البوصلة الوحيدة لي. السيد رئيس الوزراء أتمنى لك بشكل صادق وبصداقة وبحب للجمهورية أتمنى لك كل التوفيق في ممارسة مهامك. معالي السيد رئيس الوزراء عزيزي برنار كازناف، ستة أشهر الماضية التي كنت فيها رئيسا للوزراء تبين أوج مسار وزاري في حكومات متلاحقة منذ شهر مايو أيار 2012، وهذا أمر استثنائي في ظل المفاوضات الأوروبية، وبعد ذلك فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن الميزانية وفي خضم التحديات والتحديدات والمآسي التي عاشتها بلادنا، وهذه المآسي التي تركت آثارا في أرواحنا وأنفسنا وبالنسبة أيضا لكل الفرنسيين. وأردت أيضا خلال السنوات الماضية أردت أن تخدم الدولة، قمت بذلك بأسلوبك الخاص. لا أعرف هل هذا الأسلوب هو نورماندي، ولكن أعرف بأنه أي هذا الأسلوب يتمتع باللباقة الثابتة والدائمة ذي الطابع الجدي، تحمل روحا من الدعابة والحذاقة وخدمة الدولة. كل هذه القيم تشكل نموذجا لكل من يريد أن يحصل على مناصب انتخابية أو أن يعمل كموظف في الدولة أو لكل من يريد من الفرنسيين أن يؤكدوا على الخدمة العامة، ولقد أبهرتهم بذلك. ولكن أنا هذا الأمر لم يدهشني منك، لأنك كنت نزيها وذكرت قبل قليل بأننا كنا نعرف بعضنا البعض قبل تولينا المناصب الوزارية، كلانا رئيسي بلدية من النورماندي. صحيح النورمانديون هم معتدلون بشكل عنيف، ولكنهم يسعون دائما إلى الأمام، وأنت في ذلك نورماندي بحق، وأنا أيضا
ولذلك معالي السيد رئيس الوزراء كنت سعيدا حتى عندما كنت نائبا من المعارضة، كنت سعيدا عندما توليت هذا المنصب وكنت أشعر بنوع من الاطمئنان. قلت بأنك رجل من اليسار، أنا لا أشك بذلك. ولكن يبدو أنا أيضا رجل من اليمين، وهذا الأمر لن يدهشك بطبيعة الحال وأنا أعرف ذلك، ولكن ورغم ذلك مثلك وأنت رجل يسار أنا رجل من اليمين، كلانا نحترم بعضنا البعض ونقدر بعضنا البعض ونؤكد على انخراط النواب والموظفين والمواطنين. وأريد أن أقول لك سيد معالي السيد الوزراء بأنك مثلت نموذجا وقدوة بغض النظر عما ذكرته، ولاسيما فيما يتعلق بطبعك وسماتك. Une pensée pour ceux qui constituent des exemples. أيضا أفكر بكل القدوات. Évidemment pour un de vos prédécesseurs. أفكر بطبيعة الحال بالسيد ألان جوبي. Duquel j'ai beaucoup appris, je crois. حيث تعلمت الكثير إلى جانبه. Pensez pour Antoine Ruffnac. أفكر بالسيد أنطوان رفناك. الذي سبقني إلى رئاسة بلدية مدينة لافر. Pensez aussi pour des références. وأفكر أيضا. Je partage certaines avec vous. مراجع الأشخاص المرجعين من بين ما ذكرتهم ليون بلوم، بيير مونتيز فرانس، وأريد أن أضيف جنرال دوغول وكليمنسون. وبالتالي هذا الأمر توصل من خلال ذلك إلى توازن ربما متواضع بعنف ولكن مقتحم. وغازي إذا جاز تعبير. pouvoir me faire le porte-parole de tous ceux qui sont présents ici. وأريد Merci. أن أقول لكم. On dit chez moi. شكرا. كما نقول في لافر. حظا موفقا. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا مراسم ترسيم والتسليم وتسلم منصب رئاسة الحكومة في فرنسا من برنار كازنوف رئيس الوزراء الفرنسي حتى لحظات التسلم لإدوارد فيليب الرئيس الحالي المكلف برئاسة الوزراء الفرنسية، وكيف كان التعهد من كافة الأطراف على العمل سويا من أجل العمل على تفادي أي انقسام داخل المجتمع الفرنسي. متواصلون معكم في نشرتنا ما هو قادم أخبار الاقتصاد. إليك حسام. بشكرك غادة وبشكرك هبة. مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى وقفتنا الاقتصادية أهم ما فيها. تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من عام 2017 إلى 12% انخفاضا من 12.7% في العام الماضي. أهلا بكم من جديد. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2017 ليبلغ 12% من إجمالي قوة العمل مقابل 12.7% في الربع الأول من عام 2016. وأضاف الإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 88 ألفا ليصل إلى 3.5 مليون عاطل. وأوضح الإحصاء أن تقدير حجم قوة العمل بلغ 29,149,000 فرد بزيادة قدرها 710,000 فرد بنسبة زيادة 2.5% عن الربع المماثل من العام السابق عليه.
ننتقل إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي قامت بجولة ميدانية في مقر شركة CFLD الصينية العملاقة والمتخصصة في مجال إنشاء المدن الجديدة. ذكر بيان للوزارة أن مسؤول الشركة أعلنوا عزمهم استثمار نحو 20 مليار دولار في مصر على مدار العشر سنوات المقبلة، منها استثمارات في المنطقة المخصصة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مدينة متكاملة ومتطورة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ننتقل إلى البورصة المصرية التي تبين أداء مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، وأنهى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة التعاملات على مكاسب بمليار وستة من عشرة من المليار جنيه ليسجل 666.6 مليارا بعد تداولات بلغت نحو 775 مليون جنيه. نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري وجود نية لدى الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، وأشار المركز إلى أن البنك المركزي أكد أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليا بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك. كما أكد المركز عدم وجود عجز في الأسمدة الزراعية بالمجمعات أو الجمعيات الزراعية، ونفى المركز فرض وزارة الكهرباء تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة بالورش والمحال التجارية بقيمة 750 جنيها عن كل حصان. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تسليم 1.7 مليون طن قمح منذ بدء موسم التوريد في أول إبريل، وقالت وزارة التموين أن لجان الفرز رفضت 3445 طنا بسبب الشوائب وعدم مطابقتها لدرجة النظافة، مضيفة أن شراء المحصول من المزارعين مستمر حتى 30 من يونيو المقبل. ننتقل إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية مدفوعة بارتفاعه في الأسواق العالمية على خلفية تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، إضافة إلى ارتفاع أسعار البلاتينيوم والنحاس والفضة أيضا. وارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيهين ليسجل عيار 21 نحو 620 جنيها، فيما سجل عيار 18 نحو 531 جنيها، وعيار 24 نحو 708 جنيهات. وعلى الصعيد العالمي وصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، لتزيد العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو حوالي 6.6 دولارات و30 سنتا لتتداول عند مستوى 1234 دولارا للوقية. إلى تونس، حيث قال المعهد الوطني للإحصاء أن نمو الاقتصاد بلغ 2.1% في الربع الأول من العام مقارنة مع 0% في خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. وقال المعهد أن النمو تعزز بتعاف في إنتاج الفوسفات والسياحة التي تضررت بشدة من جراء سلسلة من الهجمات الإرهابية. ومشاهدينا، بهذا الخبر من تونس انهينا وقفتنا الاقتصاديه في هذه البانوراما. عوده الى اخبار السياسه مع غاده وهبه، تفضل. شكرا للزميل حسن الدين عاطف. افادت تقارير اعلاميه في كوت ديفوار بسماع دوي اطلاق نار كثيف في العاصمه الاقتصاديه ابيجان ومدينه بواكيه ثاني اكبر مدن البلاد. قال متحدث باسم كتيبه المشاة الثالثه في بواكيه مركز حركه العصيان ان الامر ليس بالانقلاب، مجددا مطالب العسكريين بالحصول على العلاوة، وأشار إلى أنهم سينهون تحركهم إذا أوفى الرئيس الحسن وتارا بوعده بعدما وقع على ورقة يوافق فيها على صرف العلاوة. ولا يزال إطلاق النار يتكرر بوتيرة أكبر في بواكيه التي يسيطر عليها المتمردون، بينما تتردد شائعات عن هجوم وشيك للقوات الحكومية على المدينة. ونتحول الآن مشاهدينا